إلى موضوع آخر، فقد أعلن جمال سرور وزير القوى العاملة أن اليوم الأول من شهر محرم أجازة بأجر كامل للعاملين بالقطاع الخاص بمناسبة رأس السنة الهجرية، وأشار إلى أنه يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل في هذا اليوم إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل في هذه الحالة مثلي الأجر بالإضافة إلى أجري عن هذا اليوم. وأصدرت الوزارة منشورا لمديريات القوى العاملة في المحافظات لمتابعة تنفيذ أجازة الأول من محرم بمنشآت وشركات القطاع الخاص على مستوى الجمهورية.